الثالثة صباحاً، الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. وبداية هذه النشرة مع الزميلة نسرين فؤاد. أهلا بك نسرين. أهلا بك سارة. أهلا بكم مشاهدينا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وهنأ الرئيس السيسي خلال كلمته الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة تلك الليلة المباركة، كما هنأ حافظة كتاب الله من مصر ومن مختلف دول العالم من أبنائنا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده السامية التي تدعو إلى مصلحة البشرية جمعاء. يطيب لي ونحن نحتفل معا بهذه المناسبة الجليلة ليلة القدر أن أتوجه بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم وكافة شعوب الدول العربية والإسلامية. تلك الليلة المباركة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، داعيا إلى استلهام روح هذا الشهر الفضيل في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، لنحيا كما أراد الله لنا أمة القيم ومكارم الأخلاق. كما يسرني أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء مهنئا حافظة كتاب الله عز وجل من مصر ومختلف دول العالم من أبنائنا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 28، مؤكدا على ضرورة فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده السامية التي تدعو إلى مصلحة البشرية جمعاء. كما توجه الرئيس السيسي بالتحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، متطلعا إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة للمساهمة في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر ومستجداته. ودعا الرئيس السيسي لمواصلة جهود نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة. ولا يفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أتوجه بالتحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، متطلعاً إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر مستجداته وتحدياته، مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف. ومن هذا المنطلق أقول لكم: واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وأعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله عز وجل في تسيير هذا الكون الفسيح بما يسهم في عمارة الأرض. أكد رئيس السيسي أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، معربا عن أمله في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة، بما يعزز من هدفنا الأساسي وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب، وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى. وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن نستلهم من شهر رمضان الكريم ومن ليلة القدر المباركة روح الإخلاص وحسن المراقبة لله في جميع أعمالنا. فإنني أدعوكم جميعاً لنواصل بقوة معاً بناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير لمقاصد الدين وعظمته وسماحته،
وتأكيده على حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني. وعلينا أن نستلهم من هذا الشهر الكريم وهذه الليلة المباركة روح الإخلاص وحسن المراقبة لله عز وجل في جميع أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. وختاماً نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا، وأن يمدنا بمزيد من قوة الإيمان والإرادة ويقظة الضمير الأخلاقي والإنساني في جميع جوانب الحياة، والعمل الدؤوب من أجل وطننا الغالي ومن أجل الأجيال الحالية والمستقبل والمستقبلية. ونسأل الله تعالى أن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج المشرفة من الفائزين في المسابقة العالمية 28 لحفظ القرآن الكريم، وكرم الرئيس السيسي الفائزين في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن.
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين، حيث شارك الرئيس السيسي في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصلاة الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات. كما أضاف المتحدث الرسمي أن سلطان البهرة له جهود مقدرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية. كما تفقد الرئيس السيسي وسلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة بمسجد الحسين بالإضافة إلى مقتنيات الصحابة. هذا الفانوس بداخله أربع خصلات من شعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حتى في خامتك لو ركزنا كده هنشوف اربع شعرات طالعين من صلى الله عليه وسلم من الشعر عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وشعره صلى الله عليه وسلم لا يبيد ولا يفنى نعم وليس له ظل نعم صلى الله عليه وسلم وهذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم واسمه العضد لانه حد وقاطع من الناحيتين اهداه له سيدنا سعد بن عباده لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حرب ولا قتال إنما كان يتكئ عليه عند صعوده للمنبر. وخلال افتتاح مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد أكد الرئيس السيسي أن جميع التجديدات التي حدثت لم تمس بالأثر وقيمته. لما جينا عملنا أعمال الترميم دي سواء هنا أو داخل الضريح إحنا كنا حريصين على إن إحنا لا نقترب من الأثر مش كده إيهاب؟ وده اللي احنا عايزين بس نوصله للناس عشان كان حصل فيه نقاش يا ترى احنا بنعمل ايه؟ هو فندم استاذ سيادتك احنا مفيش عمل عملناه في المسجد الا بالتنسيق مع وزاره الاثار. كل الاثريات اللي موجوده هنا اتحافظ عليها محافظه كامله. ويمكن من ضمن الحاجات اللي كان عليها كلام موضوع القبه احنا الحمد لله القبه زي ما كانت موجوده وكان متوصل لها تكييف سابقا احنا فندم رفعنا كفاءه التكييف وزودنا له قدرات تكييف عاليه. انما احنا ما عملناش حاجه جديده حتى الواجهه بتاعه المدخل المقام بالابواب احنا كل ده اعمال رفع كفاءه طب اللي نركز معانا اعمال رفع كفاءه فرع المقاولين العرب الاثريين اللي موجودين اللي بيعملوا كل المتاحف وبيعملوا كل الاثار معانا أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ تكليفات الرئيس السيسي التي أعلن عنها خلال إفطار الأسرة المصرية وفق خطة تنفيذية. وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أكد مدبولي أن هناك تكليفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة لمضاعفة دور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى تقرير البنك الدولي بشأن الارتفاع في الأسعار في الفترة القادمة مشددا على أن الأمر يستدعي أن نضع هذه التقديرات في الاعتبار للجاهزية للتحديات. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السكوك بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات. كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.
عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال لجان إلى انطباق القرار على 3273 نازلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 من أبريل 2022 وإنفاذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتنفيذا لقرار الرئيس السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعفو 25 من أبريل لعام 2022. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددا من الندوات الدينية والثقافية بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في إطار تأهيل النزلاء لإعادة انخراطهم بالمجتمع كمواطنين صالحين. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة منذ إنشائها وهي نماذج فريدة تعبر عن التطوير في منظومة السياسة العقابية التي تشهدها مصر بمراعاتها الأبعاد الإنسانية عند تطبيق العقوبة، وفي مقدمتها العمل على تصحيح سلوكيات النزلاء من خلال عقد ندوات دينية وتثقيفية لهم. في هذا الإطار عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة دينية لعدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حاضر فيها الدكتور رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر الشريف، وتأتي ضمن سلسلة الندوات الدينية التي تعقد للنزلاء. في تطوير قوي جدا جدا وتغيير وتصحيح للمفاهيم لدى النزلاء. صححنا مفاهيم كثيرة جدا جدا، مفهوم اليأس إلى الأمل، مفهوم السلبية إلى الإيجابية، صححنا مفاهيم كثيرة جدا في العلاقة مع الله عز وجل وفي العلاقة مع المجتمع وفي تصحيح مسار النزيل. كما تم عقد ندوة دينية مماثلة للنزلاء حاضر فيها الدكتور أسامة الأزهري من علماء الأزهر، وتشهد تلك الندوات تفاعلا بين النزلاء والمحاضرين من خلال طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، فهي فرصة لفهم أمور دينهم وتقويم سلوكياتهم بما ينير لهم طريق الإصلاح. إعادة بناء الإنسان هو الشعار الحقيقي الذي نعمل عليه هذه الأيام. كل إنسان على أرض مصر سواء كان هنا في قطاع الحماية المجتمعية أو في أي بقعة على أرض مصر، نحن ندين له بحق كبير، ونحتشد ونجتمع ونتضافر من أجل تقديم كل أوجه الخدمة المناسبة بالتقويم والتهذيب والرعاية والدعم النفسي والمعنوي وتقويم السلوك أو تقديم الحياة الكريمة. تسعى وزارة الداخلية من وراء تلك الندوات إلى تقويم النزلاء وتصحيح المفاهيم لديهم بما يساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع. نعرف إزاي نعيش في حياتنا بعد ما نخرج، الحمد لله يعني استفدنا منها حاجات كتير. الندوات دي بتفيدنا إن إحنا ما نرجعش تاني نخطأ للأخطاء اللي إحنا عدت علينا أو الحاجة اللي إحنا عملناها غلط عدت بينا إن جتنا هنا. الندوات دي عبارة عن الغطاء اللي ممكن نغطي بيه حياتنا من أول وجديد تاني. الأعمدة الأساسية لحياتنا لما نخرج إزاي هنتعامل وإزاي نكون مؤهلين معنوياً ونفسياً ودينياً للتعامل مع الآخر، عشان الأخطاء اللي حصلت قبل كده لا تكرر في اللي جاي، استناداً على اللي احنا بنتعلمه في هذه الندوات. وتشهد المنظومة العقابية في مصر تطويراً كبيراً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال الاهتمام برعاية النزلاء معيشيا وصحيا وتأهيلهم من خلال برامج تأهيلية واجتماعية وتثقيفية في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة بما يمكنهم من بدء حياة جديدة عقب الإفراج عنهم.
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا بعد زيارته لروسيا واجتماعه مع رئيس بوتين. وأكد غوتيريش فور وصوله أن الأمم المتحدة ستواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، كما أكد أنه كلما انتهت هذه الحرب مبكرا كلما كان أفضل لأوكرانيا وروسيا والعالم. أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تشكل فريقا لإجلاء المدنيين عن مصنع أزوفستال في ماريوبول. وقال حق إن إدارة الشؤون الإنسانية تحضر فريقا من الأمم المتحدة لتنسيق إجلاء المدنيين عن مصنع أزوفستال في ماريوبول، حيث أجرت الأمم المتحدة مفاوضات مع السلطات في موسكو وكييف لإعداد خطة عمل لإجلاء المدنيين، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء قد تستغرق بضعة أيام. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا، مؤكدا أن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا جنبت روسيا خطرا حقيقيا كان يحدق بها. وفي كلمته أمام جلسة لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية الروسية، توعد بوتين برد صاعق على أي طرف خارجي يحاول التدخل بالأحداث في أوكرانيا. لم يكن أحد يتوقع خلق ضد روسيا في أراضي روسيا التاريخية، ولا يمكن القبول بذلك. ثم أوصلوا هذا إلى صدام مباشر مع روسيا، دفعوا أوكرانيا إلى صدام مباشر مع روسيا، فخطط مهاجمة القرم ودنباس كانت مكتوبة في وثائق العقائدية لأوكرانيا، وكان مصير الشعب الأوكراني أن يكون مادة وكذلك محاولة حصول كييف على أسلحة نووية ونشر مختبرات غربية بيولوجية وتوريد أسلحة حديثة غربية إلى أوكرانيا، يؤكد أن استجابتنا لهذه الخطط الماكرة كانت في حينها وصحيحة. أريد أن أؤكد مرة أخرى أن جنودنا وضباطنا وقوات دنباس الشعبية يقومون بواجبهم ببطولة وسيحلون جميع المهام الموكلة إليهم. ولكن ما أريد أن أركز عليه مرة أخرى ما تحدثت عنه في بداية العملية الخاصة وأكرر، لو حاول أحد التدخل في هذه الأحداث من طرف ثالث وخلق لروسيا تهديدات استراتيجية غير مقبولة لروسيا، يجب أن يعرف أن ردنا وضرباتنا ستكون صاعقة سريعة. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيتم تحقيقها دون أدنى شك، كما أكد أن النظام البنكي والتجارة والاقتصاد ككل صمد نتيجة سياسة متوازنة خلال السنوات الماضية. وأضاف بوتين أن موارد التنمية والبنى التحتية وإطلاق مشاريع جديدة ساعدت في مواجهة الأزمة. النظام البنكي والمواصلات والتجارة والاقتصاد ككل صمد ولديه موارد لتنمية وإطلاق مشاريع جديدة في البنى التحتية والصناعة وكشف كام جميع أقاليمنا، وهو نتيجة سياسة متوازنة في السنوات الأخيرة وتحقيق مشاريعنا الوطنية نتيجة عملكم أنتم أيضا أيها الزملاء المحترمون في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وأطلب منكم بالتعاون مع الوزارات والدوائر ومجتمع الأعمال والعلماء أن تستمروا في دراسة تدابير مضادة للأزمة ومراقبة تنفيذ القرارات المتخذة ودعم
شعبنا، كما يجب ضمان استقرار الاقتصاد والسوق الداخلية وعمل المنشآت المنتاجية، وفضلا عن ذلك تقوية الاستقلال التكنولوجي لبلدنا وفي عدد من المجالات الريادة العالمية. لدينا الإمكانيات العلمية والمدارس الهندسية والقواعد الإنتاجية. اتهم البيت الأبيض روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح بقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن بلادها تواصلت مع بلغاريا وبولندا لبحث تعويضهما عن الغاز الروسي. كما أكد البيت الأبيض أنه سيرسل هذا الأسبوع حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. بدأت روسيا في استهداف البنى التحتية لخطوط النقل والسكك الحديدية التي يتم من خلالها دعم أوكرانيا بالسلاح، بعدما بدأت دول حلف شمال الأطلسي الناتو تزويد مدينة كييف بقاذفات صواريخ ومنظومات دفاع جوية، فيما ينذر باندلاع حرب أكبر اتساعا. المزيد يستعرضه لنا الزميل شادي شاش. أهلا بكم. تدخل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا منعطفات جديدة على صعيد التسليح، مع فشل جولات المفاوضات بين الجانبين في إحداث اختراق جديد. إذن يحتدم الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف من وقوع صدام بين روسيا وحلف الناتو، مع تكثيف الدول الغربية من جهودها لتزويد كييف بأسلحة أكثر تطوراً. فعلى مدار الأسبوعين الماضيين عزز البنتاغون وتيرة تسليم شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقام بتسريع ما قيمته أكثر من مليار دولار من الأسلحة الثقيلة وغيرها من المساعدات عن طريق البحر والجو. جاء ذلك فيما وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة أسلحة إضافية بقيمة 800 مليون دولار، بما في ذلك 72 مدفع هاوزر عيار 155 مليمتر. في تلك الأثناء بدأت دول حلف شمال الأطلسي في تزويد مدينة كييف بقاذفات صواريخ S-300 لدفاعاتها الجوية. كما أعلنت فرنسا أنها ستسلم صواريخ ميلان المضادة للدبابات ومدافع قيصر إلى أوكرانيا، فيما أرسلت بولندا دبابات إلى كييف. وفي المقابل اعتبرت روسيا تلك الأسلحة أهدافا مشروعة لها، واستهدفت خطوط شحن الأسلحة ومستودعات وسط وغرب أوكرانيا. كما أطلقت القوات الروسية صواريخ على منشآت للسكك الحديدية تستخدم لنقل الإمدادات الحيوية إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. موسكو قالت أيضا إن الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي منخرط في حرب مع روسيا عبر وكيل وهو يسلح هذا الوكيل. وما بين سعي الغرب لزيادة مساعداته العسكرية لأوكرانيا واعتراضات موسكو، يبقى الوضع مرشحا للتصعيد بين حلف الناتو وروسيا وسط مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أكد رئيس تونسي قيس سعيد أن الحوار الوطني لن يكون إلا مع الوطنيين الذين يفضلون الوطن عن كل مصلحة، وعدم الاعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة أو تفاوض إلا مع من يقبل الإرادة الشعبية. جاء ذلك خلال مشاركته في مأدبة إفطار دعا إليها عائلات شهداء وجرحى العمليات الإرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية. لا آتم ثلاثة فليحفظها التاريخ، لن نفرط في الوطن، لا حوار إلا مع الوطنيين، ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، ولا المفاوضات مع إلا مع من يقبل بإرادة الشعب انطلاقا من الإرادة الشعبية. لماذا يخافون الاستفتاء؟ لأنهم يخافون الإرادة الشعبية. لماذا خافوا من الاستشارة؟ لأنهم بالنسبة إليهم إرادة الشعب، إرادة الشعب تخيفهم. ولكن
بحول الله وبإرادة من الله وبإرادة الشعب الذي يريد أن يحقق غدا أفضل، لن يكون مكان لهؤلاء، فلا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف إلا على قاعدة الوطن العزيز، على قاعدة الوطنية، لا على قاعدة الإلهاء ولا على قاعدة الندوات التي تعقد كل يوم وكأن تونس يريدونها دويلات. أعلن الجيش اللبناني مقتل مسلحا حاول دهس عسكريين أثناء تهريبه مواد متفجرة لصالح داعش. وأضاف بيان الجيش أن المسلح قتل أثناء مرور دورية أمنية في منطقة وادي خالد. أكد مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي أن الاتحاد يعتزم مطلع الصيف المقبل إطلاق المفاوضات حول عضوية مقدونيا الشمالية وتجديد جهود التعامل مع اعتراضات بلغاريا. وخلال زيارة إلى مقدونيا الشمالية قال فارهيلي إن الكتلة مهتمة بكسر حالة الجمود المستمرة منذ عامين وتسريع عملية ضم أعضاء جدد أصبح ملحا أكثر بالنسبة للكتلة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. يلتقي الزمالك اليوم الخميس مع المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز. وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على الانتظام في معسكر مغلق قبل المباراة ب 24 ساعة. ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 2 وخسر مثلها. وسجل العيبوب 28 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا. فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه فياريال الإسباني بهدفين دون رد في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وجاء الهدف الأول عبر قائد الفريق جوردن هندرسون في الدقيقة 53 من تسديدة من الجانب الأيمن عبر تمريرة محمد صلاح، ثم سجل ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 55 من تمريرة أخرى لصلاح. يستضيف الأيسبرغ الألماني نظيره غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في 9 من مساء الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي. وتأهل الأيسبرغ لقبل النهائي بتخطي فريق أتلانتا الإيطالي، بينما صعد رينجرز على حساب سبورتينغ براغا البرتغالي. ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في 5 من مايو المقبل. يستضيف ويست هام الإنجليزي نظيره أينراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس في ذهاب الدور نصف نهائي للدوري الأوروبي. وتأهل الفريق الإنجليزي إلى المربع الذهبي بتخطيه فريق ليون الفرنسي، بينما صعد فرانكفورت على حساب برشلونة الإسباني. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ألمانيا في 5 من مايو.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وإلى هنا تنتهي نشرة الثالثة صباحا، ومتبقي تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس بإفطار الأسرة المصرية وفق خطة تنفيذية. بوتين يتوعد برد صاعق على أي طرف خارجي يحاول تهديد بلاده، وواشنطن تتهم روسيا باستخدام النفط كسلاح. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. قدم لكم نشرة سارة عبدالله، وأنا نسرين فؤاد. إلى اللقاء.